حاوي هل كمر أرنت عشاكتي مكروفنك إد كسو قبانيسا إد قران دليلنيسا إنيس علماء هين وانا أذيغا أذيغا وايا أذيغا اللقو يقين النبي عليه الصلاة والسلام جناب كيسا يقدر كيسا إنا النقصان نسبيسو إنا إنجركو شاكتو إنا الحقرتو تتكا وينين آيا إموليد كيسا سميها آياني مشركين مشركين أكو شاكتو أذيغا اللقو يقيني ميا أنوكي لغو آيا آيا حديث نبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان. شركة جرائد وعكوسة بسين همانتا ردين ردين أيو قيب كميدة محاضرة دي أوجيدي شيخ محمد عبد أمول تاس أو وحبذا أو خلادات أو كشاعي إذا إله إذا كيسة قيب قيب أو دول استاجي دونه أسيقو دفاع عايي نيكي ها إبراهيم عيو إيو كوا الله ميت كأ إسلامر كأنه كحد جد بعايي شيخينا شيخ اسمه حدك شيخينا شيخ عثمان شيخ عمر شيخ داوود شيخ اسمه حدك رحمه الله ورحمة الأبرار وحنا كشيخ كتبتي أو ألفي قصائدي أو ألفي أنا قو تاس قيب قيب وشيخ دونا أنا وحنا ربعنا هدا أنا أبدا إسلام كأه إم داوود إسلام إمقل دونتا أنا وعديه قيب تصوص عطوكو سابسن حالة مركو هلا محاضرين سو حكويري قف كست أو مكروفان قات آيات قرآن سود اللي سده ما أهن علمه تاسو أنكو وافق سنة أنا قال لفسد ديدو أو أنا لكن عدة يكون نقيس أنا ربعين أنا عديه وحكى له تود أو كويري شخصومو وحكوب بين أبو رتي نبي عليه الصلاة والسلام وحوش شيء حديث أنا هل كان كش شيء حديث كاس وحلا يابله إنه حديث كاس صهرته أو حكمه ويري ومجره أو حديث كإنكره وحكروا لا يابله إن أو شيء إن أن أروجو نبي عليه الصلاة والسلام حلق أن تلف شيء جهرتي ستلفسين كوركيس أن تجني حديث كأن أبورتي وعن ربع برك أنت عن ضاد لير أنا جين حديث كهرت محوهاي حديث كيا صوص عري حديث كوا حصوص عري إمام المحدثين شيخنا الإمام عبد الرحمن بن كمال السيودي إمام السيودي حديث كصوص ساري سنة كصوص ساري سنة كصوص إمام السيودي أو جوج حلي هذا التضاب وغلسمت سنة لقى جوج وحاشيخ أو ده شيء إمام السيودي هيجري النبوي لمركو أو هاي سداد بقول أفرتن يا سجالو ده شيء وحنا إلهي أوف سداد سجال بقول كويو طبانك سجال بقول كويو طبعاً كهيتري محل جوجا وحال جوجا حد وحن جوجنا أفر بقول أفرتن يلح أفر بقول أفرتن يلح عا كدرتا سدح بقول أو لمن كويو طبعاً سنو لاب بقول سدات تاني سجال كدر واتضاب بقول يسمتي حل جاس لح ذا كهر يعني شيء وحول انتي هيجري جوجا سجال بقول إيه كويو طبعاً كتاب كحل جو ألف أنا وكهري وريد سكورة كتاب كشيخ أو ألفي مركا حيلي لقد جو كتاب تضاب غلاص صنو كبدا إمام السيودي كتاب كيس اللي يلاذو لباب الحديث أو أفر بغلو حديث أو كل مية شيخ بركو كتاب كاس ألف هاي لأقيا هاي إنو يري فإني أردت أن أجمع كتابا للأخبار النبوية والآثار المروية بإسناد صحيح وأولي بإسناد صحيح عن كوري هوري وثيق عند مركو إسنادك أو صحيح يا هاي صحيح محله لا ما اتصل سنده وعدلت لجنة عادية لجنة عادلة دقي هو سو جوريين مرك محاور شيخه فإني أردت أن أجمع كتابا وحدها يا إمام السيودي وحدوني
إن أن كل مية كتاب كتاب كاسو أن كل مية أخبار تأون نبوية ده اللهم صل وسلم عليه يا آثار النبي اللي جو وريجي إسناد صحيح أنا اللي جو وريجي أو ولي بوثيقة نك موثوق مركو يا حالي ده نمت الله بده أو ناقل عن مثله يا ليه ده إلى منتهى السنة إلى غاية السنة مركا إمام سيودي أو حافظة أو متقنة أو جلالة ديسة يا عدم ديسة يا علم جيسة يا عرفان تيسة اللي سوى فغسيها أو أئمة الحديث كجرة أو وليبا تتك مراجع ذا أوه أو رجاش آتك أو عالمك أكمدك أو ألفية ديسة أو تغانين أو لغا يابا الشيخ أبول بإني سوغارت ألفية سيودي أي إني سوغارت بل لغا يابا كتاب حديث أو سوغوري شيخو أو كتاب كتاب كيسة أو لباب الحديث ليرا أو كسو قوري مطبع هذا أني عن هايو وحكو قرايا بابك صدن إيا التضبات وحولي هاي سيدة عن حديثك وشيكا وقال عليه الصلاة والسلام من لم يحزن لموت العالم فهو منافق 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 قالها ثلاث مرات حديث كاس مركة والنبي قعود عليه الصلاة والسلام وهل كان أنك الشيء لياب ملها إنو سن أقول الحديثك وحال لياب له سد حرم وضو وقطع لغضة كو إنو كل يرهدو من علماء كميدة حديثك وشيء إنو يهي حديث بارتياه حديث آنجرين وحديثك أصوابين أو يرهدو أنو حديثك شيء وحوك لو كل يرهدو أساء أبورتي حلقة أو تاغناي تلفزيون كأويري ما حديث كاس كتاب كاس كويا على الصومالي علماء الصومالي كتاب كاس أول باب الحديث كحديث كتاب كويا أو إمام سيودي تضاب غلاص أنا كهر أو ألفي أو جلالي سأ أكتين وكتاب كيس الباب الحديث أو كوسا غري ميا شيخ صوم وحد أبورتي كذب جا أنت أسلك افترى أنت أسلك حقو جي هيا ولا كي سي محمد عبد أبول وحان كلاو ويدين ايا انا اينا ايقو ديرها تلاياب مالي لكن اديقو لقو يقين النبي عليه الصلاة والسلام جناب كيسا يقدر كيسا انا النقصانو نسبايسو انا انجركو شاكتو انا الحقرتو تتكا وينين ايا الموليد كيسا سميها اياني مشركين اكو شاكتو اذو لقو يقين ميا انو كين لقو عايا ايا حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام وحكفرا وكليا حديثك ما صحيحة ما موقوفة ما متصلة ما مرفوعة درجة الحديث حيث مدهن حديث سؤال شخص قبطاني إمام السيودية ويديس حديثك أساس صاري كتاب كيسا وحوشر دي إنه صحيح وحانهين أولوكو أروريهين وحديث هذا حديثك كسو قارن وحان كو شيغا حديث كان توضباتنك يا شنتي أنا وليبر ير أي أبي شو محمد شيخ أبوك رحمه الله رحمة الأبرار أو إيه أخري أفرت يا توضبات سنة كهر حديث أنا يلي أخري واحد في السنة أهل كان كاني إنا أدوك ما أنت أجاهل كتهي كي حديث لا ياب ماله لكن وحال لا ياب له إنا أدوك حديث كان كسو قارين ودو أغوني مج كدي رتو إنات إنكرتو أو مجرة تيرادو جهل يقال نوع عاسة وحاني الله يابلي أنا وحاني سبيس إنان جاهل هاي نعم حدان كلها هاي بين آدنك والله أخرجكم من بدون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهيري جهل يقال بين آدنك وذاتي علمي قوى نسبي أنا أذوب جهل يقوى كس من هاي وحاسا إدارتها كو شيئا يا وحا إدارتها كو شيئا جهل يقال قوى مركب بحايل إنا جاهل تهن أغين ولذا أشاعر حوليها جهلت وما تدري بأنك جاهل ومن لي بأن تدري بأنك جاهل ونيه وأذق وجهل فلي ما نوجد إنا جهل فلي سيئك فارق هذا إنا ضغط إنا جهل فلي سو ودير بذني ذو سيد النبي عليه الصلاة والسلام أويري أنا جا إن لقوا بنشوا أحد قال إن لقوا بنشوا كلامهن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سيد قف علماء ديرهنا وحاجرته أو رادهايسا
قرآن كان أسأل له هل أيو يهود وحيرون كشاكتي نصارى مر نصارى وحيمر كشاكتي يهود وانتاي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هل مراخو شاكتي انت ترميسي هل كان مرارون تعاد شاكتي ومحاي هل كان مرارون تعاد شاكتي ومحاي وحاواي هل كان مرارون تعاد شاكتي مكروفنك اد كسو قبانيسا اد قران دليلينيسا انيس علماء هين وانا اديق اديق وايا شيخ محمد عبد الملو الهي اتوب كان الهي انقو انا وحادين اسميسي وكاس كتبتي كتال احاديثي كتال نبي انا كبين ابو هريره الهي كم ينقلي نبي عليه الصلاه والسلام عدمدي يقيمي سنة انا ما كجو وبد السلام كل وقتها ادينا هلكا كجوت ولا يقان اما كتب تشيخين الشيخ اسمه حدك يا واحد كتير محاضرة هذا دب وغادينا دب أوردينا لكن سبير هرتر وما قارته وحان أصدق دقي إنه أمة الإسلام كأشياء حديث كأهل كان كجديدي حديث صحيح إنه وياه إنه صحيح وحان ناشي إمام سيودي أو كتاب كيسة وحان صحيح إنه كسور ما يدي إمام سيودي هذا قال محو هذا قال لقوله ماي سيدوا كلاتوت حديث هذا علماء سوق هذا شيخ الإيرادو شيخ محمد بن عمر أو شرحي بداية الهداية صروح ديسة شرح كمدة كله وحول سوق هذا أنا حديث كان علماء الإسلام كحديث مقاساس وفافواي ولا لو وحان كلان هاي مرك أوه رئيسة وحاسك السوق وحاك لون ربا وحاك لون كرون شاكتي إنا مالين كستا بعد الكأن ردين آيو وهابيد أن ردين آيو غور يا غوب انكو ردينايو تاسنا وا كرون شيكتي وانا كوم حسنتahay ان بدعه لا رديو نبي كان امر وحو نبي عليه الصلاه والسلام اذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنه الله حدي بدعه اذا سو ظاهرته نيك عالم كا اغن او مسلعنت انا لعنه داس الهي او نبي غور شيك عليه الصلاه والسلام نو شيك كعرراي قدنا يا من أدام مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساني أنا قدنا يا وحنو تاجنا هاي إن بدعة الرديو أصحابه بدعة الرديو منكر كأن رأبو حدا نقف بنادم ما وقف فكرة لكن يدي إذا وحوا رجعها يا إن إلهي أو إذا أدرس يو أو كل سن إن منكر كرأبو معروف كفره بدعة يا أصحاب تيرا كرتبه أديك أو أنك توبة كيني وحات صق هذا الشرك هرو وحط صوغ هذا الشركة هالكلمات عن كيري هذا عن كلها هاي شيخ أمرو شم ولال كيايو أنا إسلامي ماذا كاساري ما شم محمد عبد أمر إللي جيسو أديجا فدود هذا ضد بدو الصومالي كل إنتي ضد كي كل إنتي كوا كل دعوة عمي وكو قال لي محرم السي كو إن لك صوغ هذا القاعدة أنا وادي دنتها أو ترى هذا الكوا كوا سوا خلدين هو خوارج إلا أنا وادي دنتها ولي ما عدته بكينين كو كو دواسو عدن ويدن سيهن عدن وادن سنتهي والا الكالي وصول الله قنوغ كتاب كيلهي سنة وصول نغو حد هذا دوات غبتاني مكارفانك إمو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.